السلام عليكم طلاب صف الرابع ماما، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله راح نحل التدريبات الخاصة بموضوع لماذا نحب المدرسة. عندنا مجموعة من التدريبات أو تدريبين فقط. التدريب الأول يقول أكمل الجواب، أكمل الجواب، انطينا السؤال ومنطينا نصف الجواب، إحنا نكمل النصف الآخر حتى يكتمل الجواب. السؤال: ما اسم مدرستك؟ ما اسم مدرستك؟ الجواب: اسم مدرستي فراغ. شو حط بالفراغ؟ شنو اسم مدرستنا؟ تغريد الابتدائية الأهلية. أسجل اسم مدرستي تغريد الابتدائية الأهلية، أسجل اسم المدرسة، وكل طالب، كل الطلاب في بقية المدارس يسجلون اسم مدرستهم. ثانيا: لماذا نحب أو لماذا تحب مدرستك؟ ليش نحب إحنا المدرسة؟ لأنه نتعلم فيها الكثير من الأشياء اللي تنفعنا في حياتنا. الجواب اللي موجود عندنا: أحب مدرستي لأنني أتعلم فيها فراغ وفراغ. أنا سجلت القراءة والكتابة، وممكن نحط العلوم والحساب، ممكن نخلي نتعلم فيها الرياضة والنشاط، نتعلم فيها التعاون والمحبة، إلى آخره من الأمور اللي ممكن أن نضعها، كلها تكون صحيحة. أحب مدرستي لأنني أتعلم فيها القراءة والكتابة. اللي بعد: ما اسم معلمك وما اسم معلمتك؟ بما أنه إحنا ما عندنا معلمين، كلهم معلمات، من توصلون الصف السادس يمكن يصير عندكم معلم، لكن الآن كله معلمات، ففي الفراغات الموجودة سجلت أسماء معلمات إحنا نعرفهم، لكن أنتوا أي اسم معلمة أنتوا تحبوه سجلوه. كل طالب يسجل اسم المعلمة اللي تكون قريبة إلى قلبه وهو يرتاح في درسها أو يحب هذا الدرس. اسم معلمي فراغ ممكن سارة، واسم معلمتي ممكن ست نور، ست نور إلى آخره. ممكن تسجل أي اسم معلمة أنت تحبها أو أي درس تحب معلمته. التدريب اللي بعده يقول اقرأ ثم اكتب في دفترك. هذول العبارات نقرأهم ونتمعن بهم ونسجلهم في الدفتر. العبارة الأولى: المدرسة تجمعنا بأصدقائنا. المدرسة تساعدنا على أن نجتمع بأصدقائنا ونتعرف عليهم وتقوي قابليتنا في الذكاء الاجتماعي، قوي قابليتنا في تكوين الصداقات إلى آخره، والاندماج في المجتمع إلى آخره من الأمور اللي تنفعنا في حياتنا. عاد أصدقاؤنا إلى المدرسة. إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نرجع كليتنا إلى المدرسة، ونرجع نستمتع بدروسنا ونستفاد منها وفي حياتنا اليومية. اللي بعدها: رأيت أصدقاؤنا في المدرسة. المطلوب منكم هو قراءة هذه الكلمات وتسجيلها في الدفتر، كتابتها في الدفتر. اللي بعد ماما عندنا الإملاء المنقول. هذا الإملاء مطلوب منكم أن تسجلون هذه الكلمات في الدفتر. هاي الكلمات تسجل في الدفتر. رح نجي نتعرف على هاي الكلمات وشنو اللي يريد يعلمنا من خلال لفظنا لهذه الكلمات. يقول اقرأ ما يأتي وانتبه على لفظ للتعريف. اقرأ ما يأتي وانتبه على لفظ ال، ثم اكتب الكلمات والعبارات في دفتر الإملاء. المطلوب هنا أن نقرأ الكلمات اللي موجودة ونتعرف أو ننتبه إلى لفظ ال في هذه الكلمات. نجي إلى المجموعة ألف. المجموعة ألف، أولا قمر. إذا أريد أضيف لها ال، شو يصير؟ القمر، القمر. شوفوا الأل هناك كيف لفظها، لفظها واضح، القمر مبين، لفظها واضح القمر. أقول طلع القمر، طلع القمر. شوفوا كيف دا ألفظ اللام ملفوظة واضحة. هاي اللام شو نصيح لها؟ اللام القمرية، اللام الواضحة الملفوظة القمر، دا ألفظ اللام. اللي بعدها لفظة مدرسته. مدرسته إذا أضيف ال التعريف إلى هذه اللفظة شو تصير؟
المدرسة باب المدرسة، باب المدرسة. انتبهوا إلى لفظ اللام هنا، اللفظ واضح. المدرسة، المدرسة، لأن ال دخلت على اسم مبدوء بحرف الميم، دخلت على اسم مبدوء بحرف الميم، وحرف الميم هو أحد الحروف القمرية الموجود في عبارة ابغي حجك وخف عقيمة، وإحنا درسناها ووضحناها في موضوع الحروف الشمسية والقمرية. أوراق، الأوراق، الأوراق. هاي اللام هنا شبيهة واضحة ملفوظة، شبيهة اللام هنا واضحة ملفوظة. الأوراق دا أختفيها باللفظ؟ لا، دا بينها، دا وضحها. أضيفت الأل، من ضفت أل إلى لفظة أوراق المبدوءة بحرف الألف اللي هو أحد الحروف القمرية، فأصبحت اللام هنا لا قمرية ملفوظة. الأوراق، لا ترمي الأوراق. جديد، من أضيف كلمة أو لفظة أو لفظ ال أو ال التعريف إلى جديد، شو تصير؟ الجديد. جديد اسم مبدوء بحرف الجيم اللي هو أحد الحروف القمرية، فمن أضيف لها ال التعريف راح تكون اللام هنا قمرية واضحة ملفوظة. الجديد، صفنا الجديد. هذه المجموعة ألف كلها لام قمرية، المجموعة ألف كلها لام قمرية، دخلت على أسماء مبدوءة بأحد الحروف القمرية فأصبحت لام قمرية. أما المجموعة الأخرى فهي المجموعة باء. اللفظ الأول هو شمس، شمس. إذا أردت أضيف الأل إلى لفظة شمس شو تصير؟ الشمس، الشمس. لفظت اللام هنا لو ما لفظتها غير ملفوظة، كأنما اللام ما موجودة، كأنما ألف وشين رأسا. الشمس، الشمس. شوف اللام هنا غير ملفوظة، غير واضحة، غير مبينة. هاي اللام شو تصيح لها؟ لام شمسية، اللام الشمسية. اللام الشمسية شو تكون؟ تكون غير واضحة، غير واضحة، غير ملفوظة، غير ملفوظة. أشرقت الشمس، أشرقت الشمس. دخلت الأل على لفظة شمس المبدوءة بالحرف شين اللي هو أحد الحروف الشمسية. اللي بعدها لفظة صف، اللي بعدها لفظة صف. إذا أريد أضيف الأل إلى لفظة صف شو تصير؟ الصف. ملفوظة اللام لو غير ملفوظة؟ الصف، غير ملفوظة اللام، غير ملفوظة، لأن الأل دخلت على اسم مبدوء بالحرف صاد، وحرف الصاد هو أحد الحروف الشمسية، فأصبحت اللام هنا لام شمسية. الصف، الصف، لام شمسية غير ملفوظة. باب الصف. اللي بعدها رابع، أضيف لها أل التعريف. الرابع، الرابع، من خلال لفظ هذا الفظ اللام غير ملفوظة. الرابع، ما ملفوظة اللام، مختفية، مختفي لفظ اللام، فاللام هنا لام شمسية. الصف الرابع، الصف الرابع. تلميذة، أضيف لها أل التعريف. التلميذ، التلميذ. اللام هنا شنو؟ غير ملفوظة، لام شمسية، دخلت على اسم مبدوء بالحرف تاء وهو أحد الحروف الشمسية اللي تعرفنا عليها من خلال دراستنا للقواعد ماما. التلميذ، اللام هنا لام غير ملفوظة، غير ملفوظة، لام شمسية. كتاب التلميذ، كتاب التلميذ. أما التدريب اللي بعده فيقول اقرأ الجمل التالية وانتبه على لفظ ما. ما هنا أغلبها للتعجب، أغلبها للتعجب. ما هنا للتعجب، يعني من الأشياء اللي أنا دا أتعجب عنها. المجموعة الأولى أو أول جملة، ما أجمل اللقاء.
ما أجمل اللقاء. شوف كيف دا يتعجب من خلال لفظة ما، دا يتعجب عن جمال اللقاء. اللي بعدها ما أطيب الفاكهة، دا يتعجب من طعم الفاكهة كيف هو طيب ولذيذ، فاستخدم لفظة ما. ما أسرع الطيارة، أيضا يتعجب من سرعة الطيارة وبين كيفية سرعتها العالية، فاستخدم لفظة ما، يقول ما أسرع الطيارة. اللي بعدها ما أروع النظافة، ما أروع النظافة، تبين عن روعة وجمال النظافة، فاستخدم لفظة ما. إذا ما هنا أغلبها للتعجب، ما هنا للتعجب.